بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا عبرة المؤمنين، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة. غريب يا مظلوم كربلاء، ما خاب سيدي من تمسك بكم، أمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. لست أنساه وحيدا يستجير، لست أنساه وحيدا يستجير، ويناديهم ألا هل من مجير. يوم سادس محرم. لست أنساه وحيدا يستجير، ويناديهم ألا هل من مجير، ويرى أصحابه فوق الهجير، ويرى أصحابه فوق الهجير صرعا مثل النجوم الزاهرات. فدعاهم وهم فوق الرغام، ودعاهم وهم فوق الرغام، جثم ما بين شيخ وغلام. ايش قالهم؟ ايش دعاهم؟ نومكم طال فقوموا يا كرام، نومكم طال فقوموا يا كرام. هنا أنا دعاهم. وين دعاهم؟ وأرض المصرع هذا هنا كانوا مطرحين على الرمضاء هنا، والحسين دعاهم جمن المخيم. نومكم طال فقوموا يا كرام، وادفعوا عن حرم الله الطغاة. ما حد جاوب. ايش قالهم؟ كما يقول سيد رضا الهندي، الأبيات السيد رضا الهندي: لما أدعوكم فلا تستمعون، لما أدعوكم فلا تستمعون، أمللتم نصرتي أم لا تعون. شلون حكي بالله؟ لما أدعوكم فلا تستمعون، أمللتم نصرتي أم لا تعون، بكم قد غدر الدهر الخؤون، ورماكم بسهام الحادثات. من ويمل من نصرتك يا أبا عبد الله؟ ما حد جاوب. سوى يقول سيد رضا الهندي: ثم ألوى راجعا نحو الخيام، ثم ألوى راجعا نحو الخيام، قائلا: مني عليكن السلام. ثم ألوى راجعا نحو الخيام، قائلا: مني عليكن السلام، فتطالعن لتوديع الإمام. يعني النسوان تلقن للحسين، فتطالعن لتوديع الإمام، وتهاوين عليه قائلات: من لنا بعدك يا خير كفيل، انحدى الحادي ونادى بالرحيل، وابنك السجاد مطروح عليل. لم يطق حفظ النساء الضائعات. هنا سيد رضا ينكسر قلبه على الحسين، استنصر ما حد جاوبه، فيقطع القصيدة يخاطب الحسين. احنا هسه يم الحسين، وبأيام محرم، عشرة محرم، والأيام تصرمت بسرعة وراحت. احنا هم خن خاطب الحسين كما يقول له سيد رضا، ويرجع يكمل المصيبه. سيد رضا شي يقول له؟
يقول له سيدي إن فاتنا السعي إليك، ما كنا موجودين شو نسوي؟ اعذرنا أبا عبد الله. سيدي إن فاتنا السعي إليك لترانا صرعا بين يديك، لترانا صرعا بين يديك لم يفتنا النوح والوجد عليك. يفتنا النوح والوجد عليك أبد الدهر وجذب العزرات. الدور ينطي عهد للحسين سيد رضا، شو يقول له؟ يقول له أبد الدهر لنا دمع سكو، ما دامنا عدلين نبكي عليك يا جماعه، وعلى نار الجوى تطوي القلوب، لا نذوق الماء إلا وتذوب. أنفس منا بنار الزفرات، يرجع يكمل القصيدة يقول بادر الرجس خولى ورمى حجرا شج الكتاب المحكم. ألمي عليك، أسفي عليك يا أبا عبد الله، يعز علي أن أقول هذا الكلام. بادر الرجس خولى ورمى حجرا شج الكتاب المحكم، ضرب الحسين بجبهته، الدم سال على عيونه، بعد ما يشوف سوى شال ثوبه حتى يمسح الدم عن عيونه. شنو صار؟ اسمع القصيدة. بادر الرجس خولى ورمى حجرا شج الكتاب المحكم، فأراد السبط مسحا للدماء ليرى في مقلتيه من رماه، فرفع ثوبه بحيث بان بيان صدره، بان بيان صدره. لا تسألني بعد هذا ما جرى، لا تسألني بعد هذا ما جرى، غير أن العرش أهوى للثرى. سيد رضا الهندي عالم، العالم يعرف ايش يكتب. لا تسألني بعد هذا ما جرى، غير أن العرش أهوى للثرى، وغدا الإسلام محلول العرى، محلول العرى. وبكى الدين على حامي حماه. بعد شي يقول سيد رضا؟ نكبة دقياء من فجعتها أخرجت زينب من خيمتها. من طاح الحسين يقول طلعت زينب، أخرجت زينب من خيمتها، تصدع الأكباد في ندبتها. شو تقول يعني؟ تصدع الأكباد في ندبتها، حين وافته تنادي وأخاه. طلعت من المخيم جدنا صيح خويا، قلت له وصلت يمل، قلت له أنت تمضي لأخيك المجتبى.
أنت تمضي لأخيك المجتبى وترى أماً وجداً وأباه. خل نعيده، هيك قالت له، والحسين طايح استوى على الرمضاء يقول بسم الله وبالله وعلى ملة جدي. أنت تمضي لأخيك المجتبى وترى أماً وجداً وأبا، وأنا أذهب في ذل السبا. أنت تروح المحمد وأنا راح أروح اليزيد يا أبا عبد الله. وأنا أذهب في ذل السبا ليزيد ليراني وأراه. هاي سيد رضا الهندي هيك يقول، شلون حكي يوجع القلب هذا. من وصلته 70,000 خيال، 30,000 خيال، السماء تمطر دم، الأرض صار بيها غبرة، جبرائيل يصيح أيتها الأمة كما في الكافي، الوضع كله متغير، شلون اندليتيني، شلون وصلتيني؟ قالت لنا جيتك على ريحة الخوة. جيتك على ريحة الخوة، لا تقول ما عندك مروة. أنا علق خذوني القيام قوة، شعال الإباري لعدوة، ما تدري الشمر بيش سوى، مهزاطة على متون يتلوى. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. أحبابي، بكرة إن شاء الله يوم 7 من المحرم، يوم العباس، ما عندي محاضرة. المصرع راح يكون ساعة كاملة إن شاء الله تعالى، أقرأ مصرع العباس. مصرع العباس يحتاج إلى ساعة، فبكرة راح يصير فاصلة بالبحث، بحث ما رأيته إلا جميلة. أحاول الآن ألخص كل ما مر وأضيف حتى نرتب الأمور قبل يوم العباس عليه السلام، بيصير أكون قطاع بالبحث. سنة البحث ما رأيته إلا جميلة. خلوني ألخص كل ما فات على جناح السرعة. 1، عرفنا الجمال في لغة العربي أولاً، وقلنا الجمال مرة يكون على مستوى الخلق، ومرة يكون على مستوى الخلق، على مستوى الظاهر، على مستوى الباطن، جبنا أمثلة لذلك، والآن هم راح أضيف إضافات إن شاء الله تعالى. 2، بينا محاورها، بعض محاور، بعض حتى أكون دقيق، بينا بعض محاور هذه المادة في القرآن الكريم، وإلا أكو بعد مواد أنا لم أشر لها في الواقع، لم أشر لها. على سبيل المثال، من المواد التي لم أشر لها، على مستوى الظاهر القرآن يتكلم عن ثمرات وغير ذلك، يقول مختلفاً ألوانها، بالنتيجة اختلاف الألوان هم يعطي طابع شنو؟ جمال، سواء كان للثمرات اللي القرآن أشار لها بهاي الآية، يو حتى على مستوى الجبال كما في نفس الآية، وألوان الجبال كما في نفس الآية، اختلاف الألوان يعطي طابع جمال على مستوى المادي الظاهري. مثلاً هاي من المحاور اللي لم أشر لها. أيضاً على الجانب المعنوي، لما القرآن الكريم يتكلم واهجرهم هجراً جميلاً، لما يتكلم عن الهجر الجميل، ولما القرآن يتكلم عن الصفح الجميل، فاصفح الصفح الجميل كما القرآن الكريم يعبر، ولما القرآن يتكلم عن الصبر الجميل، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، كما حكى الله تعالى عن لسان يعقوب عليه السلام لما فارق يوسف، قال صبر جميل والله المستعان على ما تصفون.
أكو عندنا صفح جميل، أكو عندنا هجر جميل، أكو عندنا صبر جميل، أكو عندنا وهكذا. يعني محاور هذه المادة في القرآن كثيرة جداً في الواقع، وقلت محاورها على المستوى الأسري العام، على مستوى الأسري الخاص، على مستوى اجتماعي عقدي، على مستويات أخرى. القرآن الكريم أشار لكل ذلك في الواقع، فهاي المادة غنية في ثقافة القرآن الكريم وتشمل كل شيء. تكلمت عن أهمية الصبر بموارد أربعة لها ارتباط بمحاور الجمال وانتهيت من ذلك. قلت إذا الإسلام يدعو إلى كل جمال وإلى كل ما يلائم الفطرة، ليش الناس تنحرف عن الدين؟ بيّنت تسع عوامل لانحراف الدين عن انحراف الناس عن الدين، لانحراف الناس عن الدين تسع عوامل بيّنت لانحراف بعض الناس عن الدين في الواقع. واحدة من هذه العوامل عامل نفسي في الواقع، ومن جملة موارده قلت عقدة النقص. هاي عقدة النقص جرتني إلى بحث حداثي آخر مهم أطرحه في هذه الأيام، لأن بدأ يصير إلى وجود في مكان ما من مجتمعنا، حتى ما ننطي الأمور أكبر من حجمها، نسولف بدقة. شنو هو ما يعبر عنه بالإنهزامية؟ الإنهزامية أمام الآخر بمعنى التراجع، إنهزامية بمعنى التراجع. وقلت أكون هزامية سلوكية، وأكون هزامية عقائدية، وأكون هزاميات أخرى أشرت لها، وبعدين هم بيّنت طريقة معالجتها وغير ذلك، وهذا هم انتهينا منه. بحث الإنهزامية جرني إلى عنوان آخر هم حداثي مهم، وهو عنوان الاختراق الثقافي، اللي قلت هو بمعنى إسقاط ثقافة على ثقافة أخرى واستباحة الثقافة الأخرى من خلال الثقافة المستوردة. هذا اللي يعبر عنه الآن بالغزو الثقافي، وقد نظر له أحد العلماء الكرام، وأنا هم أستفيد من تنظيره حتى يختصر علي الوقت ويختصر علي في الواقع. اختراق ثقافي، وقلت هذا مهم، وقلت ثقافة كل أمة تكون بفكرها واحد، أخلاقها اثنين، سلوكها ثلاثة، عاداتها أربعة، والاختراق يكون على هاي العناصر أو المستويات الأربعة. على المستوى الفكري أمة تؤمن بالتقليد فيما يصح فيه التقليد، كما إحنا نؤمن أتباع أهل البيت للفقيه الجامع للشرائط، يجي حارب التقليد ويسقط علينا ثقافة أخرى ما مقبولة. هذا مثال مستوى الفكري. على المستوى الأخلاقي أمة تؤمن بقيم راقية أخلاقية، كما عندنا محاسن الأخلاق، تجيك ثقافة مستوردة أخرى تستبيح هذه القيم وتجيب لك قيم ما مقبولة أخرى تريد تفرضها عليك، هذا اختراق أخلاقي. على المستوى السلوكي هم جبت مثال موضوع الحضور في مجالس الحسين ونستبدله بمواقع التواصل الاجتماعي العالم الافتراضي، بعدين حتى على العالم الافتراضي هم يقول لك اتركها، هاي صارت بالية وقديمة وما تنفع بشيء. على مستوى العادات، احنا عادة من عاداتنا نحترم العالم، هسه العالم على مستوى الدين، يو العالم على المستويات الأخرى، يعني أنا لما عندي دكتور محترم، لما عندي مهندس محترم، لما عندي اختصاصات العلوم المفيدة للبشرية، ذولا هم يحترمون، وعالم الدين هم محترم، وعادة ناسنا أن تحترمه وتقدره وتهتم به. تجيك ثقافة أخرى تخترقك على هذا المستوى، تقول لك لا تحترم العلماء، هم منو العلماء؟ شنو العلماء؟ إيش سووا العلماء؟ هاي يطعن بالعلماء وكذا، نستبدلها بثقافة أخرى، عدم احترام العالم، هذا اختراق ثقافي على مستوى عادات نبيلة، ما مقبول هذا، ما مقبول هذا. أقرأ في التفسير المنسوب لإمامنا العسكري عليه السلام، هو إمامنا يقول العسكري أنه واحد من أصحاب أهل البيت، يعني من العلماء، من أصحاب أهل البيت من العلماء، هذا قبل يوم أفحم ناصبيا، ثاني يوم زار إمامنا الهادي إن لم تخني الذاكرة، شوية مطالعة قديمة التفاصيل بعض الأحيان، فأحاول من البداية هم أقول إذا ذاكرتي أسعفتني بشكل صحيح.
الإمام كانوا يمه، الرواية تقول طالبيين وكانوا يمه، هاشميين وكانوا يمه، ما أدري شنو. الإمام عليه السلام جاب هذا العالم اللي أفحى مناصبياً قعد بصفه ونحى اللي كان بصفه. لما قالوا له ليش هالشكل يا ابن رسول الله، قال لهم هذا البارحة عالم، هذا عالم البارحة دافع عنه وأفحم عدواً من أعدائنا، فأنا أكون أهتم بي وأحترمه وأقعد يمي إلى آخره. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم. القرآن الكريم يقول الله يرفع الذين أوتوا العلم، يجي واحد يقول لا تحترمون أهل العلم، هذا اختراق. على المستوى الرابع، قلت بخدمة الأحبة الاختراق خطورته تكمن في أمرين: الأمر الأول الجهة المتبنية للاختراق، والأمر الثاني نتائج الاختراق، نتائجه انسلاخ عن الهوية، يوم مسخ ثقافي، هذا عنوان آخر نضيفه، مسخ شنو؟ ثقافي. فلهذين الأمرين أكو خطورة بالاختراق الثقافي، كون شبابنا يلتفتون. قلت أصحاب الاختراق الثقافي يشتغلون بأربعة أساليب، أربعة أساليب. أسلوب أول تسطيح الفكر الإسلامي، تسطيحه، يجي يقول المرأة مو إلا تلبس عباية، العفة أهم شيء بالداخل، العباية مو ضرورية. أنا أقول له إذا كان الداخل عفيف بالنسبة للمرأة، الداخل العفيف يجبرها أن تكون مستورة أمام الآخرين، فلا تضحك على الناس. هاي السوالف نعرفها بطلوها. هو الداخل العفيف يخلي المرأة تكون مستورة أمام الأجانب وما تخلي زينة أمام الأجانب، الزينة تكون زوجها بس. ايش يشتغلون؟ تسطيح. المنبر الحسيني أصبح بالياً. ليش بالياً؟ قال الله وقال الباقر وقال الصادق وقال موسى بن جعفر، شنو نريده؟ بالياً شنو بالياً؟ وهكذا على هالشكل. اثنين تدرج، وجبت البارحة مثال شلون، ما يحتاج نقاب، شال النقاب، العباية هاي صارت قديمة خلينا نبدلها بجديدة، جابوا عباية ثانية مو مستورة مثل الأولى لبسوها هي. يابا على شنو تلبسيها، الدنيا حارة، نزعت العباية، هاي الجبة كافي، الجبة على شنو، وهكذا تدرج إلى أن يسلخوك تماما من هويتك تماما. أنت يا شاب على شنو هذا اللبس صار قديم جديد، لبس جديد، شعرك ليش تسوي هالشكل، سواه هالشكل، هذا على ساعة تشوفه ما أدري شنو، ما تعرف إيش لابس شنو، ما تعرف هذا هيك تدريج. ثلاثة عناوين براقة، خلينا نجدد الوضع الديني. شنو المقصود نجدد؟ نجدد يعني شنو نجدد؟ هسه مرة عالم ديني مضامين الدينية الصحيحة يخليها عبر عناوين جديدة توافق العصر مع الحفاظ على محتواها، والرجل هو ابن المؤسسة وإلى آخره، على العين وعلى الرأس. إحنا نحترم علمائنا الجامعين للشرائط، أما مرة واحد من خارجنا يجي يقول أريدكم تجددون دينكم، يو إحنا نجدد لكم إياه، شكرا عيني مري، شكرا. إحنا ديننا نرجع به لأهل الاختصاص، ما محتاجيك ولا رجال من خارجنا تجدد لنا، شو تجدد لنا أنت، شو ما نريد تجديدك، شكرا. هذا أسلوب ثالث. أسلوب رابع البارحة ما قلته، إثارة الشبهات. شنو يعني إثارة الشبهات؟ يجي شي يقول الإسلام دين الحرية، هو طبعاً ما معترف لا بالإسلام ولا بحرية الإسلام، بس هو يريد يغشنا، يقول الإسلام دين الحرية، وبما أنه دين الحرية شلون العلماء يخلون فتوى بحرمة شراء ومطالعة كتب الضلال؟ شاوين الحرية؟ والإسلام دين حرية، كتب الضلال خلنا نقراها. جواب: العلماء حرموا كتب الضلال لغير المختص اللي يتأثر عليه وتحرفه وتغشه، أما بالنسبة للإنسان اللي عنده خلفية علمية محترمة لها وزن، بحيث من يقرأ الشبهات يعرف مكان من الخلل بيها ويعرف يجاوب عليها ويعرف يردها. هذا علماءنا قاع يقرون كل ما يصدر ويردون عليه بشكل محترم وبدليل وحجة وبرهان، وما عندنا مشكلة. بس تجيب لك واحد كل خلفية علمية ما عنده وتطيه هذا السم، يأثر عليه لو ما يأثر؟ جاوبني، هذا غير حكي، هذا
غير حكي هذا. مرة إنسان محصن، مرة إنسان ما محصن. يا جماعة بعض المرضى الله يمن عليهم بالعافية وعلى الجميع إن شاء الله، يطوف الدواء يصفر مناعته. حكي صحيح لو مو صحيح؟ ها؟ مثلاً هذا اللي يزرعوا له كلية، خصوصاً ببداية أمره يزرعوا له كلية، الجسم يرفض الشيء الجديد اللي يدخل به. فشي يسوون للإنسان حتى الجسم ما يقاوم الكلية؟ يصفرون المناعة مالته حتى الجسم يتقبل هذا الجسم الجديد الطارئ الدخل عليه، يصفرون مناعته. الدكاترة أسألكم بالله، من يصفرون مناعته شلون يصير التعامل وياه؟ شي يقولوا له الدكاترة؟ يقولوا له احترز، لو ما يقولوا له أنت الآن بلا مناعة، أقل شيء يقتلك، أقل شيء يأثر عليك، كمامة البس، كفوف البس، ناس لا تلتقي، اقعد ببيتك. يقولوا له لو ما يقولوا له؟ ليش يقولوا له؟ حتى يحافظون عليه. هالشكل العلماء يقول لك أنت ما محصن فكرياً معرفياً، من تقرأ هاي السموم الفكرية راح تأذيك تقتلك، ولهذا نحرمها عليك، ما نريدك تضل عن الطريق. نعم أنت لو كنت مختصاً عالماً عندك معرفة ما نخاف عليك، تكتشف مكان من الخلل وترد عليها. أما إذا أنت ما محصن خون خاف عليك من هاي الأمراض. حكي منطقي لو مو منطقي؟ جاوبوني. فتاوى العلماء بهذا الصدد حفاظاً على الناس من كيد الشياطين ومكر الشياطين. شلون نواجه هذا الاختراق الثقافي؟ وعي، علم، معرفة، تحمل مسؤولية من الأبوين، من الأساتذة بالمدارس وغيرها، مجتمع. الرجوع إلى أهل الاختصاص. هالشكل نحصل أنفسنا. كل هاي الشبه علمائنا جاوبوا عليها، ولهذا من ينظر بالعالم ينظر بكل شيء عندنا، كل شيء عندنا ينظر. عشرين سنة الكلين يجمع بالكافي، عشرون سنة من عمره يجمعنا. قال الصادق قال الباقر. الصدوق عمره كله حتى يجمع قال الباقر قال الصادق. المفيد عمره كله حتى يرد على الشبهات ويجمع تراث المعصومين عليهم السلام. الصفار صاحب بصائر الدرجات هالشكل، البرقي صاحب المحاسن هالشكل، ذول الكبار الكبار. المجلسي رحمه الله وهاي الموسوعة العظيمة الجمع بها تراث المعصومين عليهم السلام. لو ما هذا الجهاد وهذه الجهود الدنيا كانت محاربة. قال الباقر وقال الصادق ما وصلنا، بس بذول الأفذاذ وصلنا. قال الباقر وقال الصادق وقال الكاظم وقال الرضا وقال الجواد، الله يجزوهم ألف خير. ولهذا شبابنا هاي الأمور كن يلتفتون لها، بالنتيجة يلتفتون لها. زين هسه هذا كله كملناه، تذكير وإضافات من هنا وهناك، تذكير وشنو وإضافات. الآن رتبت البحث من واحد محرم للبارح، رتبته بينته بشكل مرتب سهل عبر تبويب فهرسة، كملت كل شيء. الآن أضيف ما رأيت إلا مرة. نتكلم عن جمال أهل البيت بشكل عام. إني لأرى وجوها لو دعت الله على الجبال لأزالتها. بشكل خاص علي بن أبي طالب يوسف في جماله، فاطمة وجه القمر، الحسن والحسين أشبه الخلق برسول الله. هاي على مستوى أهل البيت عام وخاص، على مستوى الظاهر، على مستوى الباطن والسجايا الكريمة. جمال عادتكم الإحسان. عادتكم شنو؟ القرآن الكريم يقول إن الله يأمر بال، لا لا قبل الإحسان، إن الله يأمر بال
عدل. إمامنا المهدي إذا ظهر يملأ الأرض شنو؟ قسطاً وعدلاً. إن الله يأمر بالعدل. بعد إن الله يأمر بالعدل والإحسان. إمامنا علي الهادي يقول عادتكم الإحسان. وطبعاً تدرون الإحسان فوق العدل. الإحسان فوق العدل. ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى، هذا عدل. أما الإحسان والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله خذ العفو وأمر بالعرف وغير ذا، هذا إحسان. أعفو عنك تأذيني أعفو، إحسان. عادتكم الإحسان يقول عن الهادي، عادتكم الإحسان. أسألكم بالله، أكو إحسان أكثر من ناس جايين يردون يقتلوك وهم عطشانين فتسقيهم الماء؟ أكو إحسان أكثر من هذا؟ والغريب جازوا هذا الإحسان بيش؟ شاعر يقول للسيد الشهداء: سقيت عداك الماء منك تحنناً بأرض فلات حيث لا يوجد الماء، فكيف إذا تلقى محبيك في غد عطاشا؟ عدوانك 1000 نفر بقيادة الحر اجوك عطشانين اعطيتهم ماء، بحيث واحد منهم كان كلش عطشان وما بقى واحد من أصحاب الحسين وأهل بيته يشرب الماء، الحسين صف إيديه للسقة وقال له اشرب. ذولا نفسهم بعدين قتلوا الحسين عطشا نفسهم. طبعا باستثناء الحر وابنه وغلامه والبقية. سقيت عداك الماء منك تحننا بأرض فلات حيث لا يوجد الماء، فكيف إذا تلقى محبيك في غد عطاشا؟ من الأجداث في دهشة جاءوا. احنا قضينا عمرنا نبكي عليك من طفولتنا أبا عبد الله، بكينا عليك، شفنا أبونا يبكي عليك، أمنا تبكي عليك، احنا هم بكينا عليك. بعدين بكينا عليك بوعي ومعرفة أبا عبد الله، بالبداية بفطرة بكينا عليك، حبك أخذناه من حليب أمهاتنا أبا عبد الله، حبك. بعدين احنا هم تعرفنا عليك بالنقدر لو هم بكينا عليك بمعرفة وزرناك بمعرفة، من زار الحسين عارفا. أني أشوف من بر الوالدين اللي والده ووالدته رحلوا عن هذه الدنيا، الليلة يبكي على الحسين، ما نبكي على غير الحسين، نبكي على الحسين، وتقول ثواب دموعي لأبويا ولأمي، اثنيناتهم إذا رايحين هم قول لأبويا وأمي، هذا من بر الوالدين. انوي دمعتك لوالديك وانت بحرم الحسين، وهذا أعظم ثواب تقدمه لهم وأعظم هدية تقدمها لهم. والأبو أم أحياء الله يحفظهم، اللي عنده والد يو والدة مريضة الله يمن عليها بالعافية ويمن على والدة بالعافية. بروا آبائكم وأمهاتكم، دير بالك على أبوك وأمك حبيبي، دير بالك على أبوك، لا حد يغشك دار عجزة تعبت منهم زوجتي ما تتحملهم، دير بالك دير بالك أبوك وأمك، دير بالك لا تخسرهم لا تخسرهم، تتندم بعدين، تقضي عمرك ندمان إذا راحوا وانت مأذيهم، تقضي عمرك ندمان. كل ما تحضر مجلس الحسين وتسمع بالوالدين إحسانا تتندم وتعض على أصبع الأدم، على أصبع الندم. دير بالك دير بالك، صحح وضعك مع أبيك وأمك، دير بالك. تريد رضا الله رضي والديك، بوس يد أمك أبوك. تشيعة الحسين حلال الحرام التزم به، لا تظلم لا تأذي.
صفي أمورك قبل لا نرحل من الدنيا، رتب أمورك صفيها. عادتكم الإحسان، هذا جمال الداخل. سجيتكم الكرم، سجية. أقرب كتب التاريخ علي بن أبي طالب كان يقاتل له واحد بمعركة مشرك، قال له ابني سيفك، علي بن أبي طالب شمر له السيف بالمعركة، قال له وصل بك الكرم يا ابن أبي طالب أن تعطي سيفك لعدوك وهو يقاتلك؟ الإمام علي قال له نعم. قال له مد يدك، الإمام علي مد يده، قال له أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. عادتكم الإحسان، سجيتكم الكرم. واحد دخل على إمامنا الثامن الضامن علي بن موسى الرضا، قال له اعطني على قدر مروتك، قال للإمام الرضا. الإمام قال لا يسعني ذلك، على قدر مروتي يكون أنطيك كل شيء. قال له إذن اعطني على قدر مروتي، قال له لك 100 دينار. قال له أنا هم محتاج 100 دينار يا ابن رسول الله. عادتكم الإحسان، سجيتكم الكرم. سجيتكم الكرم، إن ذكر الخير كنتم أصله أوله آخره معدنه مبداه منتهاه. كل من عدكم الخير، كل منكم الخير، كل من جدكم صلى الله عليه وآله الخير، كل من رسول الله ومن عدرته الطاهر. جمال الظاهر فاطمة ومن لها وجه كوجه القمر، جمال الباطن هاي السجايا الكريمة. هذا الكلام جمال أهل هذا البيت على المستوى العام، أما على المستوى الكربلائي العاشورائي فهنا هم أكو عندنا طابع عام وطابع خاص. العام بهذه الأرض الجمال ما رأيت إلا شنو جميلة، بهاي الأرض الجمال أعظم أخوة، أعظم أخوة بتاريخ الكون هنا كان، أعظم أبناء عمومة بتاريخ الدنيا هنا كان، أعظم صحبة بتاريخ الدنيا هنا كان. دلتفتولي باوعولي، أنا شفت أحد علمائنا في كتاب من كتبه اللي هو سيد مهدي الخرسان، توفاه الله قبل فترة يعني، في كتاب من كتبه يقول ما قرأنا بتاريخ الإسلام أنه النبي مثلا يو الإمام علي يو إلى آخره في يوم من الأيام قال للأصحاب كلهم تركوني وخلوني وما تركوا مثلا. يعني اللي صار بكربلاء ليلة العاشر ما شفناه بهاي الطريقة موجود بفترة سابقة، ما صار. يقول بل بالعكس، آيات قرآنية كثيرة نزلت بمعارك النبي يعني تذم اللي يتخاذلون عن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، المخلفين وغيرهم كما القرآن يعبر عنهم، وتدعو المسلمين جميعا للالتحاق برسول الله وعدم التعب من غزوات النبي وإلى آخره، ويلتحقون بالنبي ويكونون، وتذم المتخاذلين منهم والمرجفين كما الآيات تسميهم وغير ذلك. يقول هالشكل القرآن الكريم، يقول إلا في كربلاء ذولا أصحاب الحسين، الحسين يقولهم أنتم في حل من بيعتي، القوم لا يريدون غيري، إذا ظفروا بي ذهلوا عن غيري، القوم لا يطلبون إلا دمي، لحد يسمع واعيتي، من سمع واعيتي وما يجيبني أكبه الله على من خريه في نار جهنم، باكر لا تسمعون واعيتي ألا هل من ناصر، الليلة تركوني، الليلة تركوني وروحوا. يقول ما ترك ولا واحد منه، ولا واحد منه. فقال والله لا أعلم أصحابنا بر وأوفى من أصحابي، ولا أهل بيت من أهل بيتي،
نخبة صفوة، نخبة صفوة. أكو مصيبة هنا عظيمة يقراها خطيب النجف الخالد السيد جابر عغائي رحمة الله عليه. تعرفوه سيد جابر؟ خصوصاً الشيبة، العراقيين الشيبة يعرفون سيد جابر، أهل البحرين سيد جابر قرابة 20 سنة يقرب البحرين. خطيب كبير من كبار خطباء المنبر الحسيني، طراز الشيخ الوائلي رحمه الله، ويعني بهالحقبة الزمنية هذه، طبقة الزمنية بزمن الشيخ الوائلي والسيد الطويرجاوي سيد جاسم وشيخ هادي وشيخ عبد الزهرة، هذول الرواد الكبار، الرواد الكبار. مرحوم سيد جواد شبر رحمه الله، المرحوم الشيخ النويني رحمه الله، المرحوم شيخ صالح الدجيلي رحمه الله، والله يرحم كل خدمة الحسين. يعني بالنتيجة ذاكرتي ما تسعفني كل خدمة أذكره، ما تسعفني. الله يرحم ملا عطية الجمري، الله يرحم ابن فايز، الله يرحم الدمستاني، الله يرحم الأسماء هاي اللي نعتز بها ونفتخر بها، هاي حضارتنا وتاريخنا وتراثنا، هو هذا حسيني. ولهذا أقول الشبابنا ثقافتنا حسينية، ما نريد ثقافة أخرى، ما نريد ثقافة أخرى. المهم سيد جابر أغائي، هاي المصيبة شلون يقرأها؟ سامعين المصيبة شلون يقرأها سيد جابر؟ 1964 ميلادي بحرم علي بن أبي طالب قرأها، هذا الكاسيت المعروف المشهور سيد جابر. يقول ليلة عاشوراء الحسين عليه السلام يتفقد الخيام، عينه على الخيام، النسوان خايفة عليه، بنياته وأخواته، ذهنه باله كله يمخي من النساء خايف عليها. ولهذا من حرم الحسين أدري الحجايات منا تأثر، أقول النساء الله الله بالحشمة والحجاب، وأنت أهل حشمة وحجاب، الله الله. الحسين ليلة عاشوراء يسوي له خندق خلف الخيام، خايف على النساء وعلى الأطفال، العرض العرض. هنا من وقع الحسين زينب منا من المخيم، قالت له إن كنت حيا أدركنا. قام ثلاثا ووقع، قام ووقع، قام ووقع، قام ووقع. صاح اقصدوني بنفسي واتركوا حرمي. المهم سيد جابر يقول الحسين ليلة العاشر هدوء وسكون، يفتر على خيام النساء. هذا نافع يقول شاف الحسين خافوا عليه، ذولا بني أمية غدارين، شيمتهم الغدر، ذولا الغدر يجري يسري بدمهم ذولا. المهم خاف واحد يضرب الحسين بسهم يباغته شي، يقول مشيت خلفه أحس الحسين، قرأ لكم الليلة بطور سيد جابر، يقول أحس الحسين، من هذا نافع؟ قلت له فداك، هو وأهله وعشيرته وفدوه إليك أبا عبد الله. قال لي نافع إيش طلعك بالليل؟ قلت له خوفي عليك سيدي ومولاي. قال لي نافع تشوف ذن الربوتين؟ قلت له نعم. قال لي خذ ما بينهما وانجو بنفسك، القوم لا يريدوني إلا دمي، إذا ظفروا بي ذهلوا عن غيري، انجو بنفسك. قلت له سيدي ليش يعني أعوفك؟ قال لي حتى تعيش. قلت له قبح الله العيش بعدك. يقول قال لي بارك الله بيك، أمشي وياه. يقول وصل الخيمة من الخيام، قال لي نافع، قلت له فداك. قال لي هاي خيمة أختي زينب، أنا أريد أسلم عليها وأروح لخيمتي. قلت له سيدي تسمح لي أنتظرك بباب الخيمة، أوصلك لخيمتك وأرجع المضارب الأنصار؟ يقول قال لي براحتك. يقول وقفت، يقول سمعت الحسين سلم.
عليكم السلام. هلا أخويا، هلا كبيرنا، تاج راسنا، إمامنا، هلا بيس. فرجنا لك الخيمة ارتاح يا حسين. يعني معقولة بحرم الحسين ما تقرأ وياي؟ ليش ما تقرأ وياي؟ تقول له، قل له فرجنا لك الخيمة ارتاح. قل له فرجنا لك الخيمة ارتاح يا حسين، وجمعنا لك دمع بكي النساوي. استريح خويا، قعد. يقول سمعت زينب تقول له سيدي أبا عبد الله عندي حكاية، تسمح لي أقول لك إياها؟ تفضلي. قالت له خويا هل خبرت أصحابك؟ هل بلوتوا؟ أخشاي يسلموك عند الوذبة واصدقائك الأزنة، خاف يسلموك للعدو باجر. أنا خايفة أبا عبد الله. قال يا زينب بلوتهم خبرتهم فما وجدت فيهم إلا يستأنسون بالمنية دوني استئناس الطفل بمحالب أمه. سيد جابر شي علق، يقول ذهب ذولا، تيزاب صافي ذولا، شي علق رحمة الله عليه. المهم هذا نافع يقول قلت لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله. وزينب ما مرتاحة، يقول رحت إلى مضارب الأنصار ولهم دوي كدوي النحل بين قائم وقاعد راكع وساجد وبين تال للقرآن، يقدمهم حبيب قد شد حاجبيه بعصابه. رجل كبير طاعن بالسن، الحسين برسالته يكتب له إلى الفقيه حبيب، يقول قعدت يمه، سلام عليكم شيخنا، عليكم السلام. قلت له شيخنا القصة كيت وكيت كذا وكذا. قال لي المطلوب، قلت له نسوي لنا هوسة يا مخيمة زينب بنطمئنها، ليش ليلة العاشر تكون خايفة منا؟ يقول قام حبيب صاح يا أبطال الصفا يا فرسان الأيجا. تطالع الأنصار من كل مكان، تفضل حبيب. إجا العباس هو وبني هاشم يركضون، حبيب قال للعباس ارجع يا أبا الفضل، الكلام مو ياك يا جماعتي، لا سهرت عيونكم، ارجعوا إلى مضاربكم. رجع العباس قال للأنصار القصة كيت وكيت، يا جماعة نافع خبرني، شنو رايكم ناخذ لنا جولة يا مخيمة زينب انطمن؟ قالوا يا ريت. اجوا حبيب يقدمهم حبيب واقبل وبال الغيبة، السلام عليكم أهل بيت النبوة موضع الرسالة مختلف الملائكة، هذه سيوف فتيانكم أبوا أن يغمدوها إلا في جماجم أعدائكم، من أترك الحسين حتى يفرق بين الرؤوس والأبدان. الحسين قاعد سمع صوت حبيب، قال زينب نعم. قال الجماعة جايين إيه اشترموني. هذا نافع لابو السمع حتيش راح جابه مطلوب أبا عبد الله، قالها جاوبي حبيب سلم ما يصير. سوت زينب أخرجت عباءة أمها فاطمة. لا إله إلا الله. ولهذا أقول لبنياتنا النساء حافظاً على العباية، زينبنا الشكل، فاطمتنا الشكل، لبست عباية دوم الزهراء، وقفت ورا الخيمة ورا باب الخيمة، قالت وعليك السلام حبيب، حبيب أنسبوني معرفة من أنا، أنا زينب ابنة أمير المؤمنين. حبيب قالها
نعم سيدتي. قالت له لا تقصر عن نصرة هذا الغريب. لا تقصر عن نصرة هذا الغريب. جلس حبيب قام يحط التراب على رأسه. شبيك شيخنا؟ قالوا ما أنا منين وتسلم علي. قروياي قروياي بنت المرتضى حامل حمية وأمها فاطمة الزهرة بعد وهي مدللة عباس هي. سمع أبو الفضل سيد جابر عغا يقول صوت لي ليوصل. سمع العباس جا يركض وراء علي الأكبر والقاسم. شافوا الأنصار على باب خيمة زينب وزينب تحشم بيهم. قالها زينب تحشمين وأنا موجود. قال أخويا اش طلعتش من خيمتك يا من فدوى يروح أخوك لهيبتك شلون تنظامين بوجود أخوتك وخيمتك بسيوفنا مظليلها. اش قالت له؟ أنا خايفة لا تقول مدري. اي هاي تعزي هاي تعزي هاي تعزي يا ابا عبد الله يا ابا عبد الله. الليله ليله سابع محرم بالليل ندخل ليله العباس. نظره يا ابا عبد الله. خوش ايام خوش ليالي. ابن شبيب بس يدخل على الرضا بس شاف الرضا قال له يا ابن شبيب نعم. قال له ان كنت باكيا على شيء فابكي الحزين. ابجي على الحسين. لا تبجي على شيء اخر ابجي على الحسين. انا خايفة لا تقول مدري يا عباس يا صيوان خدري يا أبا خدري أنا خايفة ينهتك ستري. إش قالها؟ عيناك لا ينخطف لوني تشحدهم عدانا يوصلونج يا أبا يوصلونج ابن والدك قرة عيونج ما هي إلا ساعات ليلة عاشوراء حتى قتل العباس وقتل الحسين. وزينب دزت رسالة دزت رسالة. زينب هاي أبيات الدعاء. زينب دزت رسالة. شنو الرسالة؟ قالت وانا الذي يركب ذلوله وانا الذي يركب ذلوله وبليل يقطع تشوله تشوله. يا با وانا الذي يركب ذلوله وبليل يقطع تشوله تشوله. اخبره بحكي لازم يقوله. وين يقوله؟ من يوصل بيوت الحمولة بني هاشم. من يوصل بيوت الحمولة يذب عمامته ويسوي هولة بديوان بني هاشم. يذب عمامته ويسوي هولة ويصرخ يا تربات البطولة الرجولة. والله يصرخ يا تربات الرجولة سيدكم حسين تلاحقوله.
ليش تلاحقوا له؟ سيدكم حسين تلاحقوا له، لعبت عليه الخيل جوله. لعبت عليه الخيل جوله 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 جوله، وإلكم حرم تدرون يوله. يا بإلكم حرم تدرون يوله، ما بين ذوله وبين ذوله، وهن حجاب الله ورسوله. يا يابا وهن حجاب، إن حجاب الله ورسوله. أقول بعد بيت بس هذا؟ لا مو أنا وقتي، بس هذا عندي دقيقتين. ارقى السبوق بلي الهندس، واسبق الهاب اللي يرسرس، وصل حلي والوجه معبس، والطم على وجهك وهوس. اسمعني، وقلهم يا هل نظرات تخلص، كل حيد بيكم أسد يفرس، ولو شافكم عفريت يخنس. يا بعفت الشمر بحسين يرفس. والله وزين ابكم بمجلس لمجلس، عجل فرج إمام زماننا يا الله، اجعلنا من خدامه من المستشهدين تحت لوائه، اقضي حوائجنا، اشف مرضانا، يسر أمورنا، اكفنا شر الأشرار، كيد الفجار، طوارق الليل والنهار، بمحمد وآله الأطهار. إلى أمواتكم أموات علمائنا الماضين خدام الحسين، نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.